الخير على حضركم، وده لايف جديد من اليوم السابع. دلوقتي من قدام نادي الزمالك وطريق المحور، زي ما حضراتكم شايفين نزلت كوبري 15 مايو اللي متجهة على طريق المحور. مفيش بني آدم عدي في الشارع، في التزام تام بالحظر. بنحاول نلقن الصورة قدامكم كاملة، محلات كلها قافلة، ناس مش موجودة. وده يمكن اللي احنا محتاجينه اليومين دول، كل واحد يخليه ببيته، ونحاول ان احنا ننقل كل الصورة من كل محافظات مصر ومن اماكن مصر المختلفة. الصورة قدامكم واحنا رايحين على طلعت كوبري مايو. هنقول الصورة ليكم من اتجاهين. التزام تام يا جماعة. وادي كمان الاتجاه التاني ناحية المحلات والقهاوي والكافيهات، كله مقفول. وادي بوابة نادي الزمالك برضو مقفولة. ادي الاتجاه التاني نزلة الكوبري. الكوبري اهو يا جماعة، مفيش واحد عليه. ادي الاتجاه التاني كمان. برضو بنحاول ننقل الصورة كاملة. المطلوب مننا كلنا دلوقتي ان كل واحد يخليه ببيته لفترة مؤقتة، اللي هي معلنة 15 يوم حظر التجول، عشان الدولة تشتغل بجد لمواجهة خطر الفيروس القاتل. يمكن دي بداية مبشرة في كل الأماكن وكل المحافظات، ونتمنى من الجميع ان هو يلتزم في مكانه. التجمعات دلوقتي مش مطلوبة، التجمعات دلوقتي خطر علينا كلنا، خطر على أولادنا، خطر على أسرنا. نتمنى ان كل مناطق تكون كده فعلا. هنكون معاكم دايما في اللايفات اليوم السابع اللي موجودة معاكم من كل محافظات مصر من كل مكان. خليك في بيتك وكل حاجة هتوصل لك لحد عندك، الصورة كاملة من خلال اليوم السابع. تابعنا، كان معكم محمود العماري.